حق أو عدم الموافقة المبررة. إذن سنحاول أنه الأخ كمال كسيد كمال داود بوراس إطار بمديرية الضرائب بمستوى برتبة مفتش قسم، وهو يمثل إدارة الضرائب على مستوى الشبات الوحيد، وله من الإمكانات والقدرات ما يؤهله لمرافقة المستثمر في هذا الشأن. في الحالة في بعض الأحيان على مستوى الشبات الوحيد يقع هناك التباس أو عدم فهم لنص معين، يمكن لممثل مديرية الضرائب يجور هو بطبيعة الحال بتواصل مع المديرية عن طريق رئيس مكتب التنظيم والتنشيط سيد بن نور سعيد، معروف عنده كذلك له قدرات وإمكانيات تسمح له بمرافقة الممثل مديرية الضرائب. في الحالة إذا تعدى ذلك يقدر يراسل كتابيا مديرية الضرائب، المدير هنا يفصل في الموضوع، وإذا كان هناك لبس ما قدرتش المديرية تفصل في الموضوع طبعا نراسل المديرية العامة للضرائب وعن طريق مديرية التشريع هي التي تفتينا في أمرها. إذن سنحاول بطبيعة الحال بنوصل رسالة بسيطة واضحة ومحددة، الميساج كلار نات إبريسي يخص المستقبل، ونحاول أنا وسيد كمال من خلال المداخلة تاعنا أن تصل المعلومة بطريقة سلسة، ونتمنى إن شاء الله نوفق في ذلك.